هاد العومة عمرني ما كنت نديرها. تعلمتها دابا حيت لاصطا فاش كنت عبت في اسطنبول في فلوريا. على حقيتاش نحيت مني الخوف، ما بقيتش خايف من الماء، سمعتيني؟ وليت عرفتي واحد العومة تعلمت ليها، انا ما عمرني كاع سمعتها ولا قريت عليها ولا غير سبونتانيوسلي بديت نغير في العومان ديالي حتى تعلمت ليها. كندير بحال الحوتة، عرفتي الحوتة؟ كنتجمع كلي وكندفع، كنزيد اي جو فاستلي وسميتو، وكاع العضلات ديالي كيخدموا، خصوصا اللي كنت كتخدم بزاف، عرفتي الدودة الا كانت كتمشي، عرفتي كي تدير الدودة بحال هكا، كنتجمع وكندفع راسي. حسيت ب وحسيت بس لا ما حرقنيش اسميتو. قلت انا غادي نصبح مدقدق مع مولفت، مع كنت كنمشي دوك الايامات فاش وصلت اسطنبول كنت مشى، ما حسيتش، ولكن في ديك الوقيته راه حسيت بحال الا قلت لك حسيت بالسخان بالتبوريشه، يعني واحد العياء ديال بصح، عيات بصح، صافي حسيت براسي ما قادر ندير والو، وكون بقيت دابا ندير هذاك